مكان بيتحول عليه فلوس خمور وفلوس اثار. المكان ده معلوش حراس. خدنا بعضينا ورحنا فين على المكان ده، بصينا عليه لقينا فعلا ولا عليه حراس ولا عليه حاجه. فقال لنا ان المكان ده هنخش ناخد الفلوس، مفيش حد ولا واقف امن عليه ولا الكلام ده. وفعلا دخلنا خدنا الفلوس حطيناها في العربيه، ما كانش فيها الا ايه فرد واحد راجل كبير، وخدنا بعضينا وطلعنا ومشينا. ده كل اللي حصل. احنا بعد كده بقى عرفنا ان الفلوس دي فلوس بنك وفلوس ايه مرتبات والله اعلم. بس ده كل اللي عرفناه. دي فلوس اثار تمام. مين هو الناس دي؟ ناس شمال. مين هو اللي جمعه؟ هو شغال معاهم وقال لك كل الموظفين اللي معانا في المكتب هناك بتاع الصرافه دوت ما راكبين معانا في الموضوع، عشان خاطر صاحب الشغل ده راجل شغال في الشمال تمام. فحلال فيه اللي هو شغال في بيشغل فلوس في الاثار، والفلوس ديت مش مترقمه، وفعلا فلوس مش مترقمه تمام. وقال لك انتوا هيكون لكم نسبه بسيطه والباقي كله بتاعنا وانا واصحاب الناس اللي هم شغالين معانا في المكان تمام. واحنا خلصنا على كذا وما طلعش على الارقام حتى. الناس اللي احنا دخلنا عليهم اللي كان معاهم فلوس وسعوا لنا تمام. وخدنا بعدين وحملنا الحاجات في العربيه ومشينا. بس في اثنين اتمسكوا، تمام. بعد ما الاثنين دول ما اتمسكوا وحصل نفسهم ان هم هيتكعبلوا، طلع قال لك ايه ان في ناس جم ضربوا علينا نار واخدوا مننا حاجه. عندكش؟ قال لي هنا عامل ايه؟ عامل نصيبه وكده. خليك عندك عند اختك. قلت له لا ما تخليش عند اختي، انا هروح البيت اشوف امي عشان امي عندها مرض سرطان وكده وتعبانه، ما عندناش انا وامي انا قاعده لوحدي. رحت ما لقيتش حد في البيت. لقيت دي اتصل بيها قال لها ايه روح عند امك ايه عشان انا عامل مشكله وكده. جينا رحنا عند امها اليوم ده. بعد كده اخويا اللي هو من امي جه خدنا وقعدنا عنده. جبت الحكومه ايه؟ اخرجت. لا هو اتصل بيا قال لي ايه؟ قال لي خلي حد يشوف الشقه وبعيده يعني البيت اللي هناك. قلت له ماشي. لسه هتصل باي حد يشوف لنا شقه لقيت قالوا بقى في فلوس احنا ولا شفنا ولا اي حاجه. والله ما شفنا ولا اي حاجه. لو اعرف ايوه لو اعرف هو فين كنت قلت عشان نقرب تمثيل على بابنا والله العظيم. مين نزل الضرب؟ نزل الضرب في عيني في القلعه. هي نفع نمر ده احتسب منه عايزين نكشف نشوف الحاجه دي.